دكتور مليكة، البرق والرعد تفسيره ايه في الاحلام، وامتى بيكون كويس وامتى بيكون وحش؟ البرق بيكون خبر مفاجئ. البرق بيكون خبر مفاجئ. البرق او الرعد لو معاهم مطر بيكون خبر فيه خير. طب لو البرق والرعد بس لوحدهم؟ برق ورعد بس بيكون خاص بالدولة. فعلا؟ بيكون خاص بالدولة دايما على فكرة، وكتير جدا. يعني بصي، مش واحد اتنين، لا ده كتير كانوا يشوفوا الجزئية دي، بلاقيها خاصة دايما بالدولة، فبيكون لها تأويل تاني خالص، إلا إذا كان الشخص نفسه عنده حد مريض في البيت، فطبعا التفسير لا يحمد.